أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. ما حقيقة التنافس الأمريكي الروسي في المنطقة والشرق الأوسط وما مداه؟ فلعل هناك الكثير من الدوافع التي تتحكم في التحركات الأمريكية الروسية للوصول إلى مصادر الطاقة التي تزخر بها منطقة الشرق الأوسط والتي أصبحت محل تصادم بينهما مثلما يرى محللون. فما تداعيات التنافس الأمريكي الروسي على القوى الإقليمية والمنطقة العربية؟ وما العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي أدت إلى التنافس الروسي الأمريكي؟ للحديث في هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور أسامة الملوحي رئيس هيئة الإنقاذ السوري. مرحبا بك دكتور أسامة. حياكم الله. وأيضا أرحب بضيفي الذي سينضم إلينا لاحقا الأستاذ إياد الدليمي الكاتب والصحفي ينضم معنا من الدوحة. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونبدأ النقاش، كونوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نناقش في هذه الحلقة حقيقة التنافس الأمريكي الروسي في الشرق الأوسط والمنطقة لا سيما في سوريا. ما حقيقة هذا التنافس؟ هل هو صراع؟ هل هو تنافس أم بما يوصف؟ أبدأ معك دكتور أسامة الملوحي رئيس هيئة الإنقاذ السوري. بداية دكتور، نريد أن نتعرف على معنى التنافس في العلاقات الدولية. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إذا أردنا أن نختار تعريف نظري فإننا سنضيع في تعريفات كثيرة جدا. هذا التنافس دعنا نعرفه من حيث المصب، أين يصب هذا التنافس؟ وهذا التنافس له درجات تصل إلى الصراع، ويعني أقصى مدى في الصراع صراع عسكري، وربما هذا الصراع العسكري يكون في النهاية صراع لأقطاب عظمى تستقطب دول فيصبح صراع عالمي دولي كما حصل في الحرب العالمية الأولى وفي الحرب العالمية الثانية وفي يعني حقب تاريخية كثيرة جدا. دعنا نتكلم عن المصب، يفهم منا المشاهد الآن عندما نتكلم أن المصب في هذا التنافس أو هذا التنافس الذي قد يصل إلى الصراع، المصب هو مصب اقتصادي. بل أقول لك أكثر من ذلك، كل الدول الإقليمية والدول العظمى ربما تستعين ببعض المفردات وبعض الشعارات وبعض الأفكار، ويكون هناك مثلا هناك دولة تعلن عن يعني أجندة دينية مذهبية، وهناك دولة أخرى تتكلم عن محاربة الإرهاب مثلا، أو أن هناك يعني ضرورات لحماية ما يسمى عند الغرب مثلا بنمط الحياة عندهم وحماية هذا النمط. كل هذه الشعارات وكل هذه الدعاوى من خلفها الاقتصاد، من خلفها المال، من خلفها المصالح الاقتصادية التي تخص الدول والأفراد. ودعنا نركز أيضا ونضع خطين تحت كلمة الأفراد، لأنه له علاقة أيضا حتى بالانتفاع الشخصي للسياسيين إذا كان هناك فساد طبعا على رأس السلطة لأي دولة كبرى. إذن المصب هو مصب اقتصادي. إيران على سبيل المثال تستخدم الطائفية وتجند من خلال الطائفية وتنتشر وتتوسع في المنطقة، ولكن المصب في النهاية مصب اقتصادي. هذه النزعات تصب في النهاية في المصب الاقتصادي. لذلك إذا أردنا أن نفهم يعني التنافس الأمريكي الروسي فعلينا أن نتأمل القضايا الاقتصادية، الأطماع الاقتصادية والتنافس الاقتصادي في الدول التي يعني يكون فيها صراع، وصراع يعني قوي كما يحصل في منطقتنا في سوريا وفي العراق وسائر منطقة الشرق الأوسط. إلى أي مدى ترى دكتور يعني ما يجري الآن في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في سوريا الآن يعني هو لبة الصراع الموجود الآن، أو دعني هو أنا وصفته بالصراع ولكنني لا أعرف ما مدى دقة ما وصفت، هل هو صراع أقرب إلى الصراع أم أنه تقاسم نفوذ ما بين الولايات المتحدة وأمريكا؟ ما بين الولايات المتحدة وروسيا. سوريا وروسيا. يعني قد الإعلام الروسي والإعلام الأمريكي وحتى الأحداث التي ليس من ورائها أثر ضخم كطرد الدبلوماسيين وسائر هذه الأمور كلها قد تظهر المشهد أمام المشاهد أو المستمع
أو المواطن العادي قد يظهر المشهد أمامه أن هناك صراع وأن هناك تنافس حميم يصل، أو ربما يتأمل يعني المواطن العربي من كثر ما وصلت النكسات يعني أوصلته إلى ما تعلم من نكسات في الاقتصاد وفي الأمن وفي كل شيء، فلذلك هو يتأمل أن يحصل مثل هذا الصراع ليحصل التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، هذه القطبية أو ثنائية القطبية في العالم تخفف من مثلا من الجبروت الأمريكي أو الجبروت الروسي. ولكن حقيقة الأمر أن هذا التنافس ليس بتنافس عميق، ليس بتنافس ضخم، ليس بتنافس حقيقي، أكثره وهم. هناك أمر مهم جدا، بعد الحرب العالمية الثانية أصبح هناك نفوذ غربي يتغلغل داخل المعسكر الاشتراكي لصحة التسمية، واستطاع هذا النفوذ الغربي أن يفكك الاتحاد السوفيتي، ونسبيا في حياة الشعوب أنه من عام 45 حتى مثلا الثمانينات يعني 40 سنة لتفكيك الاتحاد السوفيتي وليس دولة واحدة وإنما دول ومنظومة كاملة، هذا التفكيك كان سريع، والتغلغل الأمريكي الغربي كان داخل الاتحاد السوفيتي إلى درجة في السنين الأخيرة قبل تفكك الاتحاد السوفيتي كان هناك تقديس لشعارات الغرب، لبضائع الغرب، لنمط حياة الغرب إن صحت التسمية لدى المواطن الروسي. في كل الأحوال الغرب يجب أن نفهم أنه غزا الاتحاد السوفيتي، غزا روسيا، غزا الاتحاد الروسي، ويجب علينا أن لا نغفل هذه الحقيقة عندما نناقش التنافس أو نناقش قضية تخص روسيا وأمريكا. إذن في سوريا تحديدا لا يوجد تنافس حقيقي، لا يوجد تنافس شرس، هناك تنسيق، هناك تفاهمات على الأرض السورية، والأمور تجري بأشبه بتقاسم المصالح، والطرف الأمريكي ما زال هو الطرف الأقوى، وهذا أمر غريب. يعني قد يعتقد البعض بأنه والله أمريكا تركت الساحة كاملة لروسيا، يعني أو روسيا فرضت نفسها وانتزعت من أمريكا حصتها في سوريا، ولكن الأمر يعني إذا تأملناه بعمق سنجد أن أمريكا سمحت لروسيا يعني عن علم وعن إرادة مسبقة بأن يعني يكون لروسيا الدور الذي لعبته في سوريا. وهناك أمور كثيرة جدا يجب علينا أن نعلم أنه حتى بعد الحرب العالمية الثانية وبعد بعض الأزمات جعلت هناك حدود لمسألة التنافس حتى لا يصل إلى مرحلة الصراع. وأقول في الدولة العميقة داخل روسيا، في الدولة العميقة داخل أمريكا، هناك أمر مهم للغاية أنهم من يمسك بهذه الدولة العميقة يمنع وصول التنافس والصراع بين أمريكا وبين روسيا في كلا الدولتين إلى مرحلة المواجهة أو الصراع الحقيقي أو الصدام المسلح. أرحب بضيفي الأستاذ إياد دليمي الكاتب والصحفي العراقي، ينضم معنا عبر الهاتف من الدوحة. مرحبا بك أستاذ إياد. حياك الله دكتوري، أهلا بك أستاذ إياد. إذن يعني مصب كل تنافس مثل ما تحدث الدكتور أسامة الملوحي هو مصب اقتصادي، يعني حتى أن بعض الدول تستخدم أدوات للوصول إلى الهدف وهو هدف اقتصادي كما تحدث الأستاذ الدكتور أسامة، مثل يقول بأن إيران استخدمت الطائفية وكان الهدف اقتصادي، الولايات المتحدة وروسيا كان هناك تنافس الهدف هو منابع النفط ومنابع الطاقة والهدف اقتصادي أيضا، يعني ووصف أمريكا بأنها الطرف الأقوى في المعادلة في سوريا. هنا نتساءل أستاذ إياد دليمي بداية، يعني كيف تنظر إلى موضوع التنافس الأمريكي الروسي في المنطقة، إلى أي مدى هو أقرب إلى تقاسم نفوذ مثل ما تحدث الدكتور أسامة؟ يعني تحية لك ولمشاهدي قناة الرافدين، وأيضا تحية لضيفك الكريم. حياك الله. لا أكاد أختلف مع الدكتور في طرحه. أتذكر في العام 2015 في سبتمبر تحديدا عندما تدخلت روسيا في سوريا، هذا التدخل العسكري العنيف، في حينها كان الكل يتحدث عن خرق روسي للمنطقة النفوذ الأمريكية، ولكن الحقيقة أن الأمر لم يكن كذلك. لم تتدخل روسيا عبثا في سوريا، وإنما كان
على مرمى ومسمع وبموافقة الولايات المتحدة الأمريكية التي رغم كل الخطوط الحمراء التي وضعتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما أمام نظام بشار الأسد، إلا أن هذا النظام كان يختلف هذه الخطوط ويتجاوزها، وكانت أيضا هناك معارضة سورية سياسية وعسكرية قوية جدا في الداخل السوري. لم تجد أمريكا من حل أمام هذه المعارضة القوية في داخل سوريا وهذا الرفض الشعب الكبير لنظام بشار الأسد إلا أن تستعين بقوة متغطرسة وهي قوة الاتحاد الروسي أو روسيا، وهي كما نعلم قوة لا يردعها رادع شعبي ولا رادع دستوري أو ديمقراطي داخل روسيا. فنحن نعلم أن روسيا أشبه بديكتاتورية مغلفة بغلاف الانتخابات الديمقراطية، فجاءت روسيا وقامت بالمهمة التي ترفض أمريكا أن تقوم بها، وشاهدنا ما شاهدنا بعد نحو عامين ونصف العام من التدخل الروسي العنيف جدا في سوريا، كيف أنها ساندت بشار الأسد، عادت قوات بشار الأسد تتوسع، انحسرت المعارضة السورية في كثير من المناطق. بالتالي أعتقد أن ما جرى في سوريا هو كان استعانة أمريكية بالقوة الروسية المتغطرسة لإخضاع الشعب السوري وإجباره على التراجع عن ثروته. بالتأكيد المصالح الاقتصادية لاعب رئيسي ولاعب بارز في صراعات الدول، وأكاد أتفق تماما مع ما طرحه الدكتور من أن هناك دولة عميقة في كل من روسيا وأمريكا، ترفض أن يصل التنافس ما بين الدولتين إلى مرحلة المواجهة العسكرية. بعد الحرب العالمية الثانية وبعد هذه الخسائر المليونية التي تكبدتها البشرية جراء هذه الحرب، كان هناك أشبه باتفاق بين هذه الدول التي تصارعت وتقاتلت في هذه الحرب أنهم لن يعودوا إلى المواجهة المسلحة. لو ننظر على سبيل المثال حتى في ملف كوريا الشمالية، هذا التصعيد الأمريكي الذي رافق وصول الرئيس دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية والحديث عن مواجهة والحديث عن ضرب لكوريا الشمالية، نجد اليوم أن ترامب سيلتقي بالزعيم الكوري الشمالي في مايو المقبل. بالتالي لا أحد يرغب بخوض صراع الكبار، الكبار لن يتقاتلون فيما بينهم، الكبار هم يتقاسمون على هذه الكعكة الكبيرة الثمينة الدسمة التي هي منطقة الشرق الأوسط. الحلم الروسي بالوصول للمياه الدافئة قديم، من بعد الحرب العالمية الثانية كان يحلم الاتحاد السوفيتي السابق على حجمه وعظم قوته آنذاك بالوصول إلى هذه المياه الدافئة، لم تكن أمريكا تسمح له بذلك. حتى ما تم اليوم في سوريا من السماح الجزئي لوصول روسيا إلى المياه الدافئة والبحر المتوسط لم يكن رغما عن أنف أمريكا، بل هو بموافقة ورضا أمريكا. هناك تقاسم للمصالح، تقاسم للنفوذ، هناك تحولت المنطقة الشرق الأوسط إلى ملعب للآخرين. للأسف نحن لسنا فاعلين في هذا المشهد، صراع المصالح يتحكم بكل شيء. أنا لا أعتقد أن هناك، حتى وإن كان هناك تنافس فهو تنافس على بعض الجزئيات والتفاصيل البسيطة، ليس تنافسا كبيرا جدا. مصالح أمريكا مهددة بسبب وجود روسيا أو مصالح روسيا مهددة بسبب وجود أمريكا؟ هل يعقل أن الطيران الروسي والأمريكي وحتى الإسرائيلي كان يطير في سماء سوريا بدون تنسيق مسبق، بدون اتفاقات، بدون اتصالات يومية مستمرة؟ كل هذا الكلام كنا يعني نشاهده يعني على مدار اليوم والليلة. بالتالي لا أعتقد أن هناك تقاطع كبير بين مصالح الدول. حتى ما نراه اليوم في الموقف الأوروبي تجاه روسيا هو لم يكن سوى موقف دبلوماسي إذا فعل إجرامي قامت به روسيا على الأراضي البريطانية. هذا الفعل الإجرامي سنأتي إلى هذا الموضوع أستاذ إياد، الشرق الأوسط ربما لا سنتحدث يعني بشأن هذا الموضوع ولم تقعد. نعم، اسمح لي فقط أن أنتقل للدكتور أسامة. يبدو أنكما ضيفي الكريمين اتفقتما على أن الموضوع أن هناك دولة عميقة في كل من روسيا وأمريكا ترفضان أن تتطور هذه المنافسة إلى مواجهات عسكرية. يعني هل هذا يعني أن ربما إن صح التعبير هي دائرة، هذه الدائرة تتسع أو تضيق، دائرة المنافسة أقصد ما بين أمريكا وروسيا تتسع وتضيق حسب رغبة أمريكا نفسها؟
ولكن هنا نتحدث عن في إطار هذه الدائرة، دائرة المنافسة، أين موقع العراق؟ هل هناك للعراقي يعني موطئ قدم أو نقطة في هذه الدائرة، دائرة المنافسة ما بين روسيا وأمريكا؟ يعني نحن ابتداء ذكرنا حقائق وهو ليس رأي، حقيقة أنه هذا التنافس الأمريكي الروسي في المنطقة، في منطقتنا العربية، هو أغلبه وهم. طبعا لا نتكلم بالمطلق، يعني نقول أنه وهم 100% وأن التنافس صفر، ولكن بمجمله بنسبة عالية أنه وهم وصناعة إعلامية واستغلال إعلامي من قبل الطرفين، وحتى بتبادل الشتائم في بعض الأحيان داخل مجلس الأمن، أو يعني الاستعراض، مجلس الأمن هو أصلا الاستعراض في العراق. هنا فعلا ودليل بارز أين التعطيل الروسي للدور الأمريكي في العراق، إن كان دور عسكري أو سياسي أو اقتصادي. أين المنافسة الروسية لأمريكا والتنافس في أرض العراق، وأرض العراق يعني من حيث الثروات ليس فقط نفط، نفط ومعادن من كل نوع. على كل أحوال أمريكا حصتها معلنة أنها العراق، حتى عندما قلت لك أنها استخدمت شعار محاربة الإرهاب وأن والله داعش استولت على محافظات كثيرة في العراق وكذا، فتدخلت أمريكا. أمريكا صنعت عدو، أمريكا صنعت الحرب من أجل أن تبقي على حصتها المستقبلية من النفط، وهذا أمر أكيد. يعني حتى الشعب الأمريكي قبل أن يكون هناك تحرك لداعش في العراق، حتى بعد أن تحركت داعش لم يكن الشعب الأمريكي مهتم كثيرا، فكان هناك ضرورة للقطات فيديو باللغة وبلكنة أمريكية، باللغة الإنجليزية وبلكنة أمريكية، لذبح صحفي ثم صحفي آخر أمريكي هناك من قبل داعش، ليتحرك الإعلام الأمريكي ويحشد الشعب الأمريكي من أجل شعور بالكراهية ضد داعش، وأمر آخر مثل ما حصل عام 2001 من أجل انتزاع قرارات من الكونغرس بالدخول في حرب يعني كالتي رأيناها. لذلك كل هذه الشعارات، كل هذه الدعاوى، كل هذه اللافتات وراءها هدف اقتصادي، نفط العراق. وهنا أؤكد أن روسيا لم تفعل أي شيء يعكر على أمريكا في العراق. مع العلم العراق استعان بروسيا يعني بعد استيلاء، أقول من هم في العراق يحكمون الآن، استيلاءهم على السلطة على الدبابة الأمريكية كما تعلمون، بعد استيلاءهم استعانوا بأسلحة واشتروا أسلحة روسية وبشكل معلن، ولم يكن هناك اعتراض، بل بالعكس هناك توصية أمريكية بأن يكون هناك صفقات سريعة، لأن الصفقات في أمريكا تحتاج إلى موافقات وإلى يعني وقت، فكان الشراء العاجل كان من روسيا. وروسيا منذ سنة أعربت عن استعدادها إلى ضربات عسكرية مساندة أيضا ضد ما يسمى بالحرب ضد الإرهاب منذ أكثر من سنة، وكان هناك ترحيب من الحكومة العراقية. العلاقات بين الحكومة العراقية الموالية لأمريكا وإيران بآن واحد مع روسيا علاقات جيدة جدا، علاقات جيدة جدا. الدور الروسي في العراق يفضح أن التنافس وهم. هناك أمر خطير للغاية، شرق الفرات. أذكر لك أمر يعني منذ حوالي شهر ونصف حدث، هناك اقتراب كان من ميليشيات إيرانية ومرتزقة روس، كانوا من ضمن لنقل الشركات الروسية التي ترسل مرتزقة روس تجندهم ليقاتلوا تحت يعني مسمى الجيش الروسي. كان هناك مجموعات كبيرة اقتربت من أماكن نفطية ومن معسكرات، المعسكرات يعني لقوات قسد، هذه المعسكرات هي في مناطق نفطية شرق الفرات. وعندما اقتربت فأمريكا حذرتها، حصل تبادل إطلاق نار وحصل يعني تمهيد لهجوم معين. أمريكا ماذا فعلت؟ أمريكا قبل أن تتدخل لحماية قوات قسد ولرد هؤلاء الذين تقدموا، أبلغت روسيا وأعلنت أنها أبلغت روسيا لأنها ستضرب كل القوات التي تقدمت تحت الخط كذا أو السمت فلاني، خط عرض، خط طول، إلى ما هنالك. وحصل فعلا، وحصل ذلك، وقتل من الروس عشرات بنفس هذا التقدم. وروسيا في البداية لم تعلن وأعلنت بعد أسبوع. هذا ما حصل في مطار الشعيرات أيضا، لذلك نعم لا أمر آخر. الشعيرات الشعيرات استعراض من ترامب، استعراض سخيف، بلغوا روسيا وبلغوا النظام ففرغ كل شيء قبل ساعات وضربوا مناطق فارغة. على كل أحوال
هذا التنسيق أيضا ضربة الشعيرات تنسيق مطلق. قالت أمريكا أنها أبلغت روسيا أنها ستضرب القوات التي تدخلت شرق الفرات كذا كذا في المنطقة الفلانية، وقالت أن بعد الضربة أنها أبلغت روسيا وروسيا لم تنكر ذلك. التنسيق كامل على الأرض. ماذا فعلت أمريكا؟ هناك أمر مهم للغاية. قد يعتقد البعض أن النفوذ الاقتصادي تركته أمريكا لروسيا، أبدا غير صحيح. ماذا فعلت أمريكا؟ أصلا هناك عبارة راجت أن سوريا المفيدة هي في الساحل السوري، وأن المناطق الغربية هي سوريا المفيدة وإلى ما هنالك، بينما سوريا المفيدة في الحقيقة كانت هي الأرض التي تحوي المياه والنفط والغاز وحتى ثروات أخرى في وصفات، وأكثر من ذلك الزراعة، زراعة القمح. لذلك أمريكا توجهت بصمت عن طريق قوات قسد، هؤلاء يعني مرتزقة في أغلبهم. ماذا فعلت؟ اليوم تسيطر على معظم سدود نهر الفرات في سوريا. إذن الثروة المائية تستطيع أمريكا أن تتحكم بها اليوم. إذا كانت اليوم أمريكا أكبر الحقول النفطية في سوريا تحت سيطرة أمريكا دون أن يعلم الناس. طيب. أن الحقول الرئيسية عندنا أين هي؟ في شمال شرق سوريا، في مناطق شرق القامشلي، في تلكوشة، هذه كلها تحت سيطرة أمريكية، وهناك مطارات صغيرة تقيمها أمريكا هناك. إذن سوريا المفيدة اليوم يا سيدي تحت سيطرة أمريكية، مفيدة اقتصادية. القمح والمناطق الزراعية، مناطق الجزيرة أغلبها الآن تحت سيطرة أمريكا، المياه، النفط تحت سيطرة أمريكا. وروسيا موعودة باستثمارات في البحر، يضخمون يعني الأرقام فيها بأن هناك استثمارات للغاز وللنفط في البحر. في المياه يعني الإقليمية السورية. يعني فيما يخص سوريا، مواقف كل من الولايات المتحدة وروسيا اتسمت بالتصادم فيما يخص الموضوع والشأن الملف السوري. إذا كانت أمريكا يعني مثل ما تحدثت مع ضيفي الكريمين عن أن أمريكا هي من سمحت لروسيا بأن تأخذ دورا في سوريا، ما الذي يجعل أمريكا تسمح لروسيا بفعل ذلك وهي من تمسك بزمام الأمور مثل ما تفضلتم بقوة؟ هناك أمر مهم جدا، هو يعني سياسة الشرط القذر والشرط الجيد. هذه لعلك طلعت عليها من خلال هوليود الأمريكية. هوليود، متابعة هوليود يفهمنا كثير من الأمور التي هي في بال السياسي الأمريكي إن صحت التسمية، أو الإدارة الأمريكية. الشرط القذر، روسيا لعبت دور الشرطي القذر، وأمريكا الآن تلعب دور الشرطي الجيد. بمعنى، من الذي يذبح أكثر؟ من الذي يدمر البيوت في الغوطة وفي كل الأماكن وفي حلب قبل ذلك وفي دارية؟ الطيران الروسي. الجرائم هذه والمشاهد وصلت حتى للإعلام الأمريكي بأنه الشرط القذر في المعادلة السورية هو الطرف الروسي، وأمريكا موجودة بقواتها في أيضا من خلال وجود مباشر ومن خلال الميليشيات التي تدعمها. إذن وتلعب دور الشرطي الجيد، بمعنى أنها ضد الإرهاب، وهي لا يعني ترتكب المجازر، وهذا أيضا يعني تلاعب في أذهان المتلقين. إذن الشرط القذر هو روسيا. هذا الدور القذر أعطته أمريكا لروسيا، وانظر ماذا حصل لقرار مجلس الأمن الذي صدر في بخصوص الغوطة، أنه وقف إطلاق نار ولم وافقت عليه روسيا، وافقت ثم فككته تماما وأعطت 5 ساعات في اليوم هكذا، لم تنفذ القرار، لم تنفذه على الإطلاق، وكل الاعتراضات الأمريكية والأوروبية كانت مجرد نفاق، وأن روسيا لم تطبق القرار وعليها أن تطبق القرار بعد كل 100 قتيل من الأطفال والنساء، تأكيد أوروبي بأنه على روسيا تطبيق القرار، ولم يطبق القرار على الإطلاق إلا كما تريد روسيا. والقتل استمر واستمر واستمر حتى وصلت النهاية التي تعلمونها في الغوطة. إذن النفاق الأوروبي والأمريكي نفاق شديد للغاية، يعني هم مردوا على النفاق. كلمة مردوا على النفاق معجزة، هذه الكلمة، أنهم يعني أصحاب خبرة في النفاق، طبعا كإدارات وحكومات وليس كشعوب. لذلك روسيا أخذت الدور الذي أعطته أمريكا لها، وفيه لا خداع، يعني روسيا خدعت. أقول لك أنا الآن، روسيا إلى الآن لم تستفد شيئا اقتصاديا. وعود، أقول لك وعود باستثمارات في البحر، وتضخم الأرقام أنه والله هناك احتياطي كذا وكذا وكذا. أمريكا لو أرادت للدور الروسي أن ينكفئ لفعلت كما فعلت في كوسوفو. وللعلم الصرب هم أبناء عمومة الروس من العرق السلافي،
أبناء عمومتهم وفي الحديقة الخلفية لروسيا، يعني مناطق قريبة جدا من روسيا، ومع ذلك روسيا سكتت وأبناء عمومتها رودعوا وقتلوا، وأخذت المناطق التي كانوا مستولين عليها في كوسوفا وفي البوسنة، وفعلت أمريكا بضغط أوروبي ما تريده أوروبا، وانكفأ الروس ولم يتكلموا ولم لم يفعلوا شيئا. لذلك دائما عندما تعلم روسيا أن أمريكا تريد شيئا فعلا بشكل جدي، فإنها بشكل أو بآخر تتراجع وتصل إلى تسوية مع أمريكا من أجل يعني أن لا يصل التنافس، أو أن لا تصل الأمور إلى التنافس. هناك تنسيق، هناك شراكة. أنا أقول لك أقصى ما يطمح إليه بوتين هو الوصول إلى شراكة. وهنا يعني هناك كتاب لي يعني أنا أراه مهم لأحد الكتاب العرب محمد بن سعيد الفطيسي، قال أنه قد يظن الكثيرون أن روسيا تسعى إلى مكاسب سياسية أو أن تمارس دور أمني وعسكري تنافسي في المنطقة العربية والشرق الأوسط، بينما هي في الحقيقة تريد شراكة استراتيجية وأهم فيها الجزء الاقتصادي. إذن مهما كانت الظروف والأحكام لابد من تداعيات لما يجري من تنافس أو تبادل أدوار أو مصالح مشتركة أمريكية روسية على المنطقة العربية، سنبحث فيها بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نكمل الحوار، كونوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الحلقة على حقيقة التنافس الأمريكي الروسي في الشرق الأوسط، وبالعودة إلى الأستاذ إياد دليمي الكاتب والصحفي العراقي. أستاذ إياد، يعني لابد من تداعيات لكل ما يجري في المنطقة من تنافس أو صراع أمريكي روسي أو تبادل أدوار أو تبادل منفعة في المنطقة، مع مسك أمريكا بزمام الأمور بيدها، و بغض النظر عن الكثير من الأمور، هذه تداعيات بما تصفها على المنطقة العربية؟ يعني المشكلة أن المنطقة العربية، عن أي منطقة عربية تتحدث؟ للأسف المنطقة العربية مفككة، مقسمة، مجزأة، ضعيفة، لا حول لها ولا قوة، هي لم تعد فاعل في المنطقة، في منطقتها أصلاً. نعم. ناهيك عن المناطق التي هي بعد من منطقتها، المنطقة العربية تحولت إلى أرض للعب اللاعبين الكبار، سواء أمريكا أو الاتحاد أو روسيا أو حتى الاتحاد الأوروبي. المنطقة العربية خالية الوفاض الآن من أي مشروع، حتى لو كان مشروعا وهميا. المشاكل ما بين الدول العربية أكبر بكثير من مشاكلها حتى مع إسرائيل أو إيران. شاهدنا ما يجري في الخليج اليوم، نشاهد ما جرى في سوريا، لم تعد هناك شيء اسمه السلطة أو السيادة السورية على الأراضي السورية في ظل وجود الروس والأمريكان والإيرانيين والميليشيات الأخرى. في العراق البلد ضعيف جدا، لا يقوى حتى على يعني معالجة مشاكله الداخلية. لدينا في مصر أيضا حالة مزرية جدا في ظل وجود النظام الحالي الذي ليس أكثر من العوبة بيد القوى الأخرى، حتى ليست الدولية وحتى وإنما حتى القوى العربية المحلية. فللأسف النظام العربي بمجمله، الأنظمة العربية بمجملها ليس لها أي رد فعل قادر على أن يحفظ بعضا من وجودها. المنطقة العربية تفككت، المنطقة العربية لم تعد سوى كما قلت قبل قليل أرض لهذه القوى المتنافسة. اليوم نحن نعاني من غياب حتى النظام، أي نظام عربي قادر أن يقول كلمة في الكثير من التداعيات التي تجري. شاهدنا ما حصل في سوريا من قصف همجي للقوات الروسية ولطيران الأسد والميليشيات الإيرانية،
لم يكن هناك حتى موقف عربي بحده الأضعف. شاهدنا عندما أعلن ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتبار القدس عاصمة لدولة إسرائيل، لم يكن هناك حتى الموقف العربي بحده الأدنى. لاحظنا ما جرى في العراق منذ العام 2003 وحتى اليوم، لم يكن هناك أي موقف عربي يمكن أن نستند عليه. بالتالي فأعتقد أن المنطقة العربية مفككة مهلهلة. كان هناك تعويل على أن هذه الشعوب التي عانت طويلا من أنظمتها وقامت بثورات الربيع العربي أن تستعيد بعضا من سلطاتها، ولكن للأسف كانت هناك الثورات المضادة ووصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. نحن في أضعف حالات الأمة العربية، نحن اليوم نعيش حالة يعني لا أستطيع أن أصفها إلا بحالة الشرذمة الكبيرة جدا، حالة الأنظمة المهلهلة. كما قلت المشاكل ما بين هذه الأنظمة ما بينها البين أكبر بكثير من مشاكلها مع الآخرين. بالتالي لا يعول على هذه الأنظمة، لا يعول عليها أنها يمكن أن 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 تنتج مفعولا معينا تجاه ما يجري على أرضها ونهب ثرواتها وخيراتها. شاهدنا صفقات الأسلحة المليارية التي تباع إلى هذه الدول، والتي في الغالب هي مجرد أسلحة، صفقات تدفع لشراء مواقف أمريكا أو مواقف روسيا أو مواقف بريطانيا، لا أكثر ولا أقل. بالتالي أعتقد أننا نعيش في حالة مزرية جدا لم يسبق أن مرت بها هذه المنطقة مطلقا سابقا. إلى أي مدى تتفق مع دكتور أسامة؟ طبعا بلا شك أنا أتفق معه عن الواقع الحالي يعني بلا شك، لكن ليس لصناعة أمل وإنما أقول أمر مهم للغاية. فيما يخص الثورة السورية، ثورات الربيع العربي كلها توقفت إلا الثورة السورية، لما كان هناك هذا القرار بحسم عسكري، وحسم عسكري يطال ليس المقاتلين، يطال الحاضنة الشعبية يعني الشعب المنتفض، فحصل ما حصل. لكننا أكملنا يعني في مصر توقفوا عندما استخدم السلاح واستؤصل يعني المتظاهرون أو ضربوا في كذا، لم يكن هناك الرد. في سوريا كان هناك رد، وأذكر العالم بأكمله بأن روسيا عندما تدخلت في شهر 9/2015 قالت على لسان لافروف بأن النظام كان سيسقط خلال أسبوعين لو لم تتدخل روسيا. إذن نحن انتصرنا في سوريا، انتصرنا حقيقة يعني عسكريا، وانتصرنا ثوريا، وانتصرنا حتى سياسيا. لكن هذا التدخل أصبح دولي، ونحن الآن نشرح قضية أن هناك تنافس وهمي بين روسيا وأمريكا، ولا يمكن أن تتدخل روسيا بالطريقة التي تدخلت بها بعد 2015 بدون موافقة أمريكية، هذا لا يكون. وألمح يعني الأستاذ إياد إلى أمر خطير للغاية، كريدورات الجوية، الممرات الجوية في السماء السورية لا بد من تنسيق يومي بل ساعي، كل ساعة تنسيق عبر غرف عمليات مشتركة حتى لا يحصل صدام، حتى لا يحصل هناك يعني يدخل على الشبكة الفلانية أن هذا الهدف عدو. إذن كل الطائرات تطير كما تعلم في السماء السورية، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتنسيق مستمر حتى مع إسرائيل. لذلك هذا الأمر، لكن أنا أقول أمر مهم للغاية، أن الأمر أشبه ب انتقالة خطيرة من ثورات ضد أنظمة استبدادية إلى مواجهة كل النفاق العالمي، بل كل الرذيلة، كل حلف الرذيلة. أنا أقول لك الإدارات المنافقة في الغرب، الإدارات المجرمة في روسيا ودول أخرى في إيران وكذا، هؤلاء كلهم نواجههم، نحن نواجههم، واستطعنا الصمود لفترة. لكن ماذا سيكون في المستقبل؟ أنا أقول لك أن هذه المواجهة أصبحت مواجهة ضخمة وعالمية، ويجب على يعني حتى نخرج قليلا من جلد الذات أن نقول للجميع انظروا لما حصل في سوريا ليس من الجانب السلبي، وإنما من جانب المواجهة والصمود والانتصار على دوائر كثيرة منها إيران التي استخدمت المذهبية بهذه الطريقة التي نعلمها. على كل الأحوال وما زلنا يعني صامدين في سوريا يعني، وهناك جولات وجولات ستكون في المستقبل بإذن الله يكون لنا فيها شيء يعني إن شاء الله. ولكن دكتور يعني الحديث عن موضوع التنافس الروسي الأمريكي جرنا إلى موضوع العقوبات، يعني العقوبات التي الاقتصادية على روسيا ليست دليل على أن هناك صراع فعلي وهناك عداء إن صح التعبير.
يعني الإعلام يلعب دور خطير حقيقة في يعني خداع الناس حتى في هذا الجانب. الأوكرانيون أكثر من اكتشف النفاق الغربي الأمريكي والأوروبي أيضا، وعلموا بأن الموافقة الأوروبية والأمريكية لما فعلته روسيا من اقتطاع القرم ومن فعل ما فعلت في أوكرانيا، والوعود الأمريكية، الوعود الأمريكية والضغوط الأمريكية والأوروبية ضد روسيا كلها ذهبت هباء. انظر إلى هذه الإحصائية في عام 2017، معدل التبادل التجاري بين روسيا وأمريكا خلال 2017 ارتفع بنحو 17% رغم العقوبات التي فرضت على روسيا. التبادل، حجم التبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي أيضا في عام 2017 لحد تشرين الثاني 2017 ارتفع 23.8% 23.8% رغم العقوبات. التبادل التجاري يزداد. هذا النفاق، هو هناك خبراء اقتصاديين يعلمون أنه هناك عقوبات مؤثرة وأن هناك عقوبات أصلاً لا معنى لها، عقوبات تجارية لا معنى لها. ما هذا الذي يحصل؟ ما هذا الخداع لترمى هذه الإحصائية في وجه النفاق الأمريكي والأوروبي؟ يزداد معدل التبادل التجاري مع روسيا، وهناك أمور أخرى. ليطلع المشاهد على الاستثمارات للشركات الأمريكية داخل روسيا، ليعلم الجميع أن هناك شراكات. يعني وزير الخارجية تيلرسون الذي يعني أقيل نعم، يا رجل لديه بنفس الشركات الذي بوتين لديه أسهم في شركات نفطية، لديه تيلرسون نفس الـ يعني أسهم بنفس الشركات. في نفس الشركات. هناك أمر شخصي يجب علينا أن نتتبعه، لأن الأمور شخصية. هذا الأمر يعني موضوع العقوبات الاقتصادية أيضا يجرون إلى موضوع العقوبات على إيران أيضا. يعني لننتقل بالسؤال للأستاذ إياد الدليمي. أستاذ إياد، يعني بعد إقالة وزير الخارجية تيلرسون وبعد وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون وكذلك تعيين مايك بومبيو محله، يعني يرى محللون أن ذلك ربما سيزيد من احتمالية إلغاء البرنامج النووي الإيراني. نحن في خضم موضوعنا ونتحدث عن موضوع التنافس الأمريكي الروسي، يعني إيران أحد حلفاء روسيا، كيف تنظر إلى تأثير هذا يعني إقالة تيلرسون وما أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تغييرات في البيت الأبيض على مسار هذه المنافسة التي وصفتموها بأن من يتحكم بها هي الولايات المتحدة؟ يعني نعود قليلا إلى الوراء، إلى ما قلناه قبل قليل، أن اللعبة هي لعبة مصالح بالدرجة الأولى. متى ما وجدت أمريكا أن مصالحها ضد الاتفاق النووي الذي وقعه باراك أوباما، فأعتقد أن ترامب سيقدم على خطوة تمزيق الاتفاق النووي كما يفضل أن يسميه هو. تقديري أن ترامب اليوم يحاول أن يفرض شروطا جديدة على إيران. هو لم يكن مقتنع إلى حد كبير بالاتفاق الذي وقعه سلفه باراك أوباما. كانت مشكلته الرئيسية أن الدول الأخرى التي وقعت الاتفاق مع إيران وأمريكا لا توافق على مثل هذا الإجراء، ولكن يبدو أن هناك حاليا قناعة لدى بعض الدول الأوروبية التي شاركت في هذا الاتفاق بأن هناك ضرورة لتشديد العقوبات على إيران في المرحلة المقبلة. بالتالي أنا أتوقع ربما في شهر مايو عندما يحين الموعد المقرر لمراجعة الاتفاق النووي مع إيران، ستكون هناك لهجة أمريكية قوية تجاه إيران، لهجة ربما تصل إلى حد، إذا لم يتم هناك اتفاق بتشديد العقوبات على إيران، ربما يتم تمزيق الاتفاق النووي. وبالمناسبة أنا تقديري تمزيق الاتفاق النووي من طرف الولايات المتحدة الأمريكية لن يصب في مصلحة أمريكا إلى حد كبير كما يعتقد البعض، هو ربما لإقناع بعض الأطراف الخليجية بأن إدارة ترامب فاعلة ضد إيران. ولكن إيران أعلنت أكثر من مرة أن تمزيق الاتفاق النووي أو إلغاء الاتفاق النووي سيعني شروع إيران بشكل مباشر لعملية إنتاج تخطيب اليورانيوم. المشهد إلى حد ما
كما قلنا هو تمشى تتحكم به المصالح. الولايات المتحدة ستضغط إلى حد كبير على إيران للقبول بعقوبات جديدة. هذه العقوبات ستوافق عليها دول أوروبية. لا أعتقد أن روسيا والصين ستكون متوافقة مع ترامب في هذه العقوبات، ولكن بالمطلق حتى الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد مواجهة مع إيران. كل من يعتقد أن تغييرات ترامب الحالية وما عرف بإدارة مدة الحرب الذي شكله بعد مجيء بومبيو ومجيء جون بولتون كمستشار للأمن القومي، وأن هذا موجه لإيران وأن إيران بدأت يعني تبتعش فرائصها من الولايات المتحدة الأمريكية، لا أعتقد أن هذا الكلام دقيق. الإيرانيون يعرفون أن لديهم الكثير من الأوراق التي يلاعبون بها الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية غير معنية إلى حد كبير بأن توقف التوسع الإيراني في المنطقة. هذا التوسع الإيراني في المنطقة لم يكن إلا يعني تحت مرأة ومسمع الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية هي من سمحت بهذا التوسع الإيراني. نحن شاهدنا في العراق بعد العام 2003 كانت الميليشيات التابعة لإيران التي دخلت مع القوات الأمريكية تقتل وتقتل وتفجر وتفعل كل شيء على مرأة ومسمع القوات الأمريكية، والتي لديها كم هائل من الوثائق التي تدين سياسة المنطقة الخضراء منذ العام 2003 وحتى اليوم، منذ أن شكلت مجلس الحكم الانتقالي وحتى اليوم، ولكنها لم تفعل شيئا. بالتالي أعتقد أن هناك لعبة مصالح، كل يعرف حجمه وكل يعرف ماذا يريد من الآخر. التقاء المصالح بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لم ينتهي بعد. عندما ينتهي هذا المصالح المتبادلة ما بين الدولتين، ربما في ذاك الوقت نتحدث عن مواجهة أمريكية إيرانية محدودة في مناطق ما. طيب دكتور أسامة، أين تكمن نقاط التقاء المصالح على خلفية طرد الدبلوماسيين الروس من أمريكا اليوم؟ يعني في خبر يقول السفير الروسي بأن أمريكا لن تفهم سوى لغة القوة، ماذا نفهم من ذلك؟ دعاية يعني، ونؤكد على أن أي مواجهة مباشرة بين الطرفين ممنوعة من قبل الدولة العميقة لكلا الدولتين، هذا أمر مؤكد. هم ممكن أن يكونوا أن يصطرعوا عبر أطراف أخرى، يعني طرف موالي لروسيا وطرف موالي لأمريكا، يكون هناك صراع من هذا الشكل. والدعاية تلعب دور كبير. أنا قلت لك حتى الألفاظ المتبادلة في مجلس الأمن يعني هي ألفاظ دعائية، مجلس دعاية. يجب أن نذكر أيضا في موضوع إيران، يجب أن نذكر أن الذراع البري بشكل شبه مطلق لما يسمى بالتحالف ضد الإرهاب هو ذراع إيراني. يعني لا يقول أحد أن جيش العراق ما يسمى بجيش العراقي اليوم لا تتحكم به إيران، وقاسم سليماني يزور القطاعات العسكرية بدون علم حتى يعني رئيس الوزراء العراقي. هناك أمر خطير للغاية. هذا التحالف تحالف حقيقي على الأرض، ولا يوجد لأمريكا ذراع برية في المنطقة ضد ما يسمى بالتحالف ضد الإرهاب إلا هذه الذراع من الحشد الشعبي الموالي تماما لإيران إلى الجيش العراقي الذي يعني نفوذ إيران فيه متغلغل إلى حد كبير إلى ما هنالك. لذلك إيران أمريكا تحسب ألف حساب لوضعها في العراق، لنفوذها في العراق، لاستقرارها في العراق قبل أن تقوم بخطوات جدية. وما قاله أستاذ إياد 100% وافقوا عليه من ناحية الدعاية المطلوبة من أمريكا تجاه دول الخليج، لأنه دفعوا أموال. ولذلك هذا التغيير وهذه الإيحاءات بأنه والله هناك شخص متشدد أتى ليفعل كذا مع إيران، حتى لو ألغي الاتفاق الإيراني قد يكون هو سماح لإيران بامتلاك قنبلة نووية بدائية أو غير بدائية من قبل أمريكا من أجل المزيد من حلب الأبقار السمان إن بقيت يعني سمان من دول الخليج. من أجل يعني ترامب يتكلم حتى بلغة غير دبلوماسية، يقول بكل وقاحة السعودية تسدد لنا دفعات كبيرة مالية مقابل بعض العقود التي نجريها وإلى ما يتكلم بصراحة بدون غطاء حتى. لذلك علينا أن لا نؤخذ إلا بما هو مؤثر فعلا على الأرض من إجراءات حقيقية. تكلمنا اليوم عن التبادل التجاري كيف زاد، نتكلم عن أمور يعني شكلية وغير مؤثرة على روسيا. هناك أمر مهم جدا أذكر به،
لطالما تتبعت المعارضة الروسية وأرقامها تجاه بوتين واتهاماتها بأن بوتين يسرق المال الروسي المخصص للبنى التحتية الروسية وهو أغنى رجل في التاريخ، ثروته بمئات المليارات على كل كشخص. لذلك لا تستبعدوا أنه والله شخص يسرق الأموال المخصصة للبنى التحتية الروسية فلا يبيع السياسة الخارجية الروسية. هو وفريق الكرملين متهمون، بل فضائحهم كثيرة لأنهم فاسدون ويتلقون الرشاوى ولديهم أموال من وزير الدفاع إلى وزير الخارجية إلى بوتين شخصيا. هؤلاء يتلقون أموال وهناك أرقام يعني فلكية في البنوك هنا وهناك، وللعلم يعني أرقام فلكية في البنوك الأوروبية أيضا. نعم، فكيف يكون هناك هذا التنافس وأنت تعلم أن أوروبا تابعة في النهاية للفلك الأمريكي في السياسة الخارجية؟ نشكرك شكرا جزيلا ضيفي في الاستوديو الدكتور أسامة الملوحي رئيس هيئة الأنقاذ السوري، وشكرا لك شكرا جزيلا أيضا دكتور أستاذ إياد الدليمي الكاتب والصحفي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام تقبلوا مني في الختام أطيب تحية وفي أمان الله.